في دمشق داهم بواسل قواتنا بالتعاون مع الأهالي وكرا لإرهابي جبهة النصرة في أحد منازل حي العمارة بدمشق القديمة. في إطار قيام جيشنا الباسل بواجبه الوطني، قامت وحدة من قواتنا المسلحة الباسلة بمداهمة هذا المنزل يقع في حي العمارة، وكان يستخدمه الإرهابيون كمكان لتجميع أدوات حقدهم وإرهابهم. طبعا مثل ما شايف في عنا هون 10 عبوات نوع اهتزازية تلصق تحت السيارات، وهذا شعار لجبهة النصرة التكفيرية، بالإضافة إلى عنا مجموعة من الصواعق الكهربائية كمان تستخدم من أجل العبوات. عنا هون عبارة عن مجموعة من العلب كمان تستخدم من أجل العبوات الناسفة. عنا هون جهاز لابتوب يستخدمه كانوا المسلحين من أجل التواصل مع بعض. عنا هون مجموعة من مواد التفجير، بارود، أسوات، كمان عبوة لم تجهز بعد، حزام ناسف، طبعا حزام ناسف كهربائي، تفجير كهربائي. عندنا 3 قنابل بيناتهم وحدة إسرائيلية الصنع، وبالإضافة إلى أكثر من 60 إصبع ديناميت طبعا شديدة الانفجار. إحنا هون لاحظنا حركة مشبوهة مو طبيعية أبدا، يعني هالشيء هذا خلانا نروح دغري نبلغ السلطات المعنية والجهات المختصة حتى تجي فورا وتقوم بالواجب تبعها. ونحن الحمد لله بوجودهم يعني مطمنين بكل شيء، نحن حياتنا طبيعية الحمد لله رب العالمين. حسينا في حركة مو طبيعية بهذا البيت، ناس فايتة طالعة، يعني وضع مو مريح. احنا خبرنا الجيش والجهات المختصة، اجوا قاموا بالمهمة والله يعلم شو طلع جوا، تفجيرات على الرشاشات ما بعرف، يعني طلع اشكال غريبة عجيبة. والله يحمي الجيش ويقوي. يبقى الجيش العربي السوري كما عهدتموه دائما العين الساهرة والسياج المنيع. كان معكم مراسل الإدارة السياسية حي العمارة دمشق القديمة.